من كاع القصص اللي كندير اللي كيعجبوني اكثر هما القصص ديال لي براكاج، وبالخصوص اذا كانت الطريقه ذكيه بزاف وما كطيحش على البال. داكشي علاش نعاود لكم القصه ديال اليوم اللي هي من احسن القصص اللي صادفت، اللي فيها واحد العبقري اللي ما لقاش فكره واحده ولكن لقى العشرات ديال الافكار وحتى اختراعات اللي غادي يخليوه يسرق اكبر شركات في المانيا. قبل ما نبداو الفيديو، كاين في هذا الفيديو جيف اواي باش تشاركوا فيه قضيه سهله، كاين واحد الريل غنحطو دابا الوقت اللي تحط فيه يلا فيديو، ممكن تشاركوا باش تربحوا واحد التليفون. المهم باش تشاركوا قضيه سهله، دخلوا انستغرام اتابوناو وطاقيو شي واحد في اخر ريل غادي تلقاوه محطوط، وهادشي اللي كاين. نبداو الفيديو. القصه ديالنا كتبدا مع واحد المواطن الماني سميتو ارنو فونك، الماني اللي كان سباخ وفي نفس الوقت كان عنده واحد الحلم، هذا الحلم هو يولي رسام، ولكن من غير هذا الحلم كان يحماق على شي حاجه سميتها شيمي. ومن الصغر ديالو كان يعجبو يدير التجارب، يصنع قنابل وصواريخ صغار، المهم اي حاجه كتفرقع. هاد جوج حوايج اللي هما الرسم والشيمي غادي يبدلوا حياته وغادي يردوه اسطوره في المانيا وفي العالم. على 15 عام ارنو غادي يقرر بان القرايه ما بقاتش خدامه ليه وانه باغي يولي رسام، وفي ذلك الوقت غادي ياخذ واحد القرار اللي صعيب بزاف واللي هو يحبس القرايه. وباش نقول لكم حبس القرايه، ماشي حبس القرايه وبقى جالس ولا تيتفلى ولا شي حاجه، ولكن من نهار حبس القرايه هو تيخدم على ديك الباسيون ديالو، هو تيحاول يولي كل نهار احسن من النهار اللي فات في الدومين اللي باغي يدير اللي هو الرسم. بقى من 15 عام حتى ل 21 عام وهو خدام كل نهار، وهذا الشيء باش يولي هو احسن واحد في الدومين ديالو. وفي نفس الوقت ما كانش يتسنى الفلوس من دارهم، ولكن كان خدام واحد الخدمه اللي هي سباق، تيسبق الطوموبيلات. وهذا الشيء من نهار خرج من القرايه غير هو غادي يوقع واحد المشكل. باش دار 21 عام بداو تيبانوا عليه واحد الاعراض اللي في شكل، ولا كيسخف دغيا، كتجيه الدوخه، عنده صعوبه في التنفس، وبعد واحد شويه غادي يعرف بان السبب هو ديك الخدمه اللي خدام ارنو دابا واللي هي سباق. هذا الشيء اللي غادي يخليه يحبس الخدمة ديالو ويتبع الباسيون ديالو، غادي يبغي يلقى خدمة في الدومين ديالو في الرسم، لأن مبقاش ممكن يخدم سباق لأنه تيحس براسو تيموت. الطريقة الوحيدة اللي بقات ليه باش يعيش هو يولي خدام في الرسم ويرسم لشي مجلة ولا شي حاجة، سيرتو داكشي ديال الكاريكاتور. غادي يبدا يراسل جميع المجلات، يصيفط لهم داكشي اللي تيدير، يصيفط لهم لوطخ ديال الموتيفاسيون، يبين لهم بأنه باسيوني، بأنه من صغره هو تيدرب وباغي يولي رسام. صيفط العشرات ديال المجلات ولكن حتى وحده ما جاوباتش. المشكل هو ان الفلوس القليله اللي كان مخبي قربت تالي، خاصو يلقى الحل باش يقدر يعيش، وبطبيعه الحال مستحيل يرجع صباخ مره اخرى. زيد عليها واحد الحقد اللي كان عنده، لان حتى حد ما كان جاوبو باش كان باغي يولي رسام في شي مجله. غادي يبقى ليه اختيار واحد ديال الباسيون اللي كانت عنده الاخيره وهي الشيمي. غير هو هذه المره ما غاديش يبوستولي الخدامي، غادي يدير واحد الحاجه اخرى، غادي يحاول يربح بها الفلوس وفي نفس الوقت ينتقم من كل شيء. غادي يستغل هذاك الذكاء ديالو باش يحاول يسرق من اكبر الشركات الالمانيه، وفي 1988 غادي يدير اول عمليه ليه، واللي غادي يصنع فيها واحد القنبله صغيره وغادي يحطها في واحد السونتر كوميرسيال ديال الماركات ديال اللوكس في برلين في العاصمه، وغادي يقول لهم يخلصوا ولا غادي يفرقع كل شيء. وهذيك القنبله اللي كان صنع صعيب ديزاكتيفيها. كيفاش غادي يقولها لهم؟ غادي يصايب هذيك القنبله ويحطها، وغادي يحط تحتها واحد الرساله اللي تيشرح فيها كل شيء، تيقول لهم يعطيو الفلوس، واذا ما عطاوش فلوس غادي تفرقع هذيك القنبله تما، وغادي يتفرقع المحل، وغادي يكون عندهم خسائر اكثر من داكشي اللي كان خصهم يعطيوه، وغادي يرجع بحاله، وغادي يبدا يتسنى. غادي يطلب لهم 500,000 دولار ديال ديك الساعه، يعني واحد الفلوس كثيره بزاف. غير حبس هذاك الكومونتير، عرفت المانيا ما كانش فيها الدولار، ما كانش فيها الاورو، ولكن تنحاول نقرب الفكره، مهم فهمتوني. ولكن اللي غادي يوقع هو ان ارنو غادي يدير واحد الغلط، هذيك القنبله اللي صايب وديك الرساله غادي يخبيهم مزيان في هذاك المحل لدرجه حتى واحد ما رد لهم البال. والحاجه الثانيه هي انها ما غاديش تفرقع وما غادي يطرا والو. المره اللي موراها غادي يعاود نفس الحاجه، ولكن في محل ديال الرياضه، غادي يدير واحد القنبله في واحد لافاليز وغادي يقرر يفرقعها غير باش يجرب وباش الناس يتيقوا وباش يخلعهم للمره الجايه باش غادي يطلب منهم شي حاجه، لانه المره الاولى ما صدقاتش ليه. طبيعه الحال ما كان باغي يأذي حتى شي واحد، وكان تيدير كل شيء باش حتى شي واحد ما يتأذى من الناس، وباش ما يأذي حتى شي واحد غادي يحاول يفرقعها بالليل، غادي يفرقعها بالليل، وطبيعه الحال ما كاين حتى شي واحد، ما غادي يتقاص حتى شي واحد، غير هو غادي يدمر واحد الجناح كامل في هذاك المحل، وغادي يبقى مخلوع حتى الصباح، باش غادي يعرف من الاعلام بانه كاين غير خسائر ماديه وما تقاص حتى شي واحد. تما
عاد غادي يرتاح. المره اللي موراها غادي يحاول ما يديرش نفس الغلط اللي دار المره الاولى كاع، غادي يحط قنبله، ولكن هذه المره الرساله ما يخليهاش حداها، غادي يصيفط رساله لواحد المجله، ومع هذيك الرساله غادي يصيفط واحد التولكي وولكي باش يقدر يهضر معاهم من بعد. علاش تالكي والكي؟ لانه جاته واحد الفكره ذكيه باش غادي يطلب الفلوس اللي بغا بلا ريس. غادي يقول لديك المغازا اللي تهدد يوجدوا ليه 500 مليون ويطلعوا بهذيك 500 مليون لواحد التران اللي تربط بين واحد جوج مدن اللي بيناتهم مسافه كبيره بزاف، ويبقاو مستعدين حدا شي شرجم وشادين داك تالكي والكي، وفي الوقت اللي يقول لهم لوحوا خصهم يلوحوا هذاك الساك اللي فيه الفلوس. هكا صعيب بزاف وقفوا التران عادي يشدوه، غادي يكون ديجا هرب، وصعيب بزاف في نفس الوقت يحطوا البوليس في هذيك المسافه الكبيره اللي تضرب التران. دونك قال القضيه سيف ما يطرى ليا والو، هذه الطريقه مزيانه باش ندير هذه العمليه، شوفوا واش تصدق. حنا في النهار ديال العمليه وارنو كان شادها واحد الخلعه ما يمكنش، وزاد كملها شرب كان سكران شويه باش يحيد الخلعه، ومشى تخبى في واحد الشجر وفي واحد الغابه تما قريبه حدا السكه ديال التران. ومنين داز حدا التران هضر في التولكي وولكي قال التخربيق، سمعوه ولاحوا داك الساك بزز، خرج من ديك البلاصه ديالو، هز داك الساك ومشى هرب. ارنو بين ليله وضحاها ولاو عنده فلوس بزاف. في نظركم شنو غادي يدير؟ اذا كنتم متبعين الفيديوهات ديالي بزاف غادي تعرفوا شنو غادي يدير. ديروا بوز وكتبوا لي لتحت، تحت ما يغش تمشي نشوف لي كومونتير ونشوف شنو قلتوا لي. لا ما مشاش انفيستي، ولكن شط طياره مباشره ومشى لكوريا الجنوبيه يدوز فيها احسن عطله، وبدا كيخسر الفلوس تما في الحفلات وفي البليه، مهم ما خلى فين خسر. ومن تما عاوتاني شط الطياره ومشى للفلبين وعاود فيها نفس الحاجه، بدا تيخسر في الفلوس كل نهار بواحد النيفو مجهد بزاف على داكشي اللي عنده. وفي نفس الوقت في ديك البيريود تلاقى بمراته المستقبليه، غير هو بدا تيحس بالقضيه تتزير، الفلوس غاديين وتنقصوا، ويرجع لالمانيا هو ومراته تزوج بها، وخدا ابارتمون في المانيا، وخدا طوموبيله زوينه، وتقريبا سالاو ليه الفلوس. غادي تقول لي هذا اول واحد دار براكاج ما وقع ليه حتى شي مشكل، بالعكس حياته تحسنات وكل شيء هو هذاك كل شيء زوين، غادي نقول لك اه كون حبس تما. غير المشكل ديالو هو انه ملي بداو تيساليو ليه الفلوس ما بقاش قادر يخدم، لان فايت خدا الفلوس باردين وكثار بزاف، ما غاديش يقدر يخدم، يبدا ياخذ شويه ديال الفلوس. شنو خصو يدير باش يعاود يربح الفلوس؟ لا ماشي براكاج، قرر يحل ريستو، ولكن ما عندوش فلوس باش يحل ريستو، داكشي علاش بغى يدير براكاج. هاد المره غادي ينظم داكشي ديالو مزيان. حنايا 4 سنين من بعد هذيك العمليه الاولى اللي دار ما نسميوهاش براكاج، غادي يمشي يكري واحد الكابان في وسط الغابه، غادي يديرها بحال شي اتولي ديالو، حط فيها ماتيريال، يدير فيها التجارب، مع داكشي اللي تفرقع وداك التخربيق، بغى يديرها بعيده على المدينه باش حتى شي واحد ما يسمعو ولا يشوفو ولا يشك فيه. وبدا كيصنع فيها قنابل، وبغى يعاود نفس الخطه اللي فايته نجحات ليه، كما تنقولوا ما تنبدلوش شي فرقه تتربح. ان شاء الله نديو كوب دافريك. غادي يجهز لاتولي مزيان بكاع الماتيريال اللي غادي يخصو، وغادي يصنع مره اخرى قنبله 4 سنين من بعد القنبله الاولى اللي كان صنع، وبطبيعه الحال من بعد العمليه الاخرى اللي دار اللي خدا فيها الفلوس. وفي 13 يونيو 1992 غادي يدير اول عمليه، غادي يحط في واحد المحل سميتو كارتستات واحد القنبله. هذا المحل هذا ابارامون تيبيع كل شيء، ممكن تلقى فيه اي حاجه، الناس اللي في المانيا كونفيرميو ليا. وغادي يختار الجناح ديال اللواني ديال البورسلين، يعني اللواني دغيا تيتهرسوا وفي نفس الوقت غاليين، باش مولي المحل يخافوا من الخسائر ويعطيو الفلوس بسهوله. غير هذه المره ما بقاش باغي 500 مليون، ولكن هذه المره ولا باغي مليار. وكما اخر مره غادي يصيفط لهم رساله كيشرح لهم شنو بغى، وقال لهم اذا قبلتوا غادي تكتبوا في الجورنال في البلاصه ديال الاشهارات واحد الجمله، والجمله هذه اللي غادي تخليه مشهور وغادي تعطيه السميه ديالو. طبيعه الحال ما كانوش عارفين سميتو، ولكن يسميو عليه واحد الحاجه، غادي يسميو عليه داغوبير، اللي هو بيكسو اللي تعرفوا بالفرنسي، واحد الشخصيه ديال البون ديسيني عندها الفلوس بزاف. المهم ديك الجمله اللي قال لهم يكتبوها هي ان بيكسو تيسلم على ولاد خوه، صافي قال لهم كتبوها في البلاصه ديال الاشهارات، غادي نعرف بانكم قبلتوا هذاك الدين اللي عطيتكم وديروا داكشي اللي نقول لكم. وبصح تكتبات في الجورنال وعرف بانهم وصلتهم الرساله وانهم قبلوا الديل. هنا ارنو داز المرحله الثانيه، صيفط لهم واحد الرساله فيها شنو خاص يديروا باش الفلوس توصلوا وباش يعطيوه الفلوس اللي طلبها. قال لهم يمشيوا لواحد الغابه لواحد البلاصه بالضبط. داكشي اللي داروا البوليس مشاو لديك البلاصه ولقاو تما واحد الساك غوز ومرسوم فيه بيكسو، ولقاو تما واحد الاله اول مره تيشوفوها واللي ارنو هو اللي اخترعها، ولاصق حداها واحد الساك وصيفط معاها واحد الورقه فيها كيفاش ممكن يستعملوا هذيك الاله. دير لهم
كل شيء مقاد. فهذيك الورقة قال لهم أرنو عمروا داك الساك بالفلوس اللي طلبت لكم ولصقوه مع واحد لابارتي من هذيك الآلة وشدوا الجهة اللي فيها واحد العيار كبير فهذيك الآلة ولصقوها تران وعطاهم تران اللي خاص يلصقوها فيه بالضبط وهو اللي غادي من واحد مدينة سميتها روستوك للبرلين واللي المسافة بيناتهم 230 كيلومتر امبوسيبل تحط البوليس في 230 كيلومتر متابعة وهذا هو الهدف ديالو. هذه الآلة اللي كان صنعها كان عندها واحد الدور هذه الآلة مانياتيزية ممكن يلصقها في التران بحال العيار ولكن ممكن يديزاكتيفي هذيك المانيتيزاسيون وطيح ما يبقاش فيها العيار وطيح ملي تيورك على واحد التليكوموند هو اللي مصايبها وطبيعه الحال هذيك البارتي اللي طيح هي البارتي اللي ملصق فيها الساك ديال الفلوس هادشي كله داروا باش هاد المره بلا ما يقول لهم لوحوا الساك باش ما يعرفوش ولكن تراني يكون غادي منين يوصل حدا هو في البلاصه فين يكون بعد 100 كيلومتر بعد 50 ما عرفناش غادي يبرك على هذيك التليكوموند غادي يطيحوا الفلوس وتا شي واحد في التران ما غادي يسيق الخبر ولا غادي يعرف فين طاح الساك بالضبط. فكره ذكيه بزاف واختراع بسيط ولكن ذكي باش يحلي هذا المشكل. هادشي اللي كان البوليس داروا ليه كاع داكشي اللي كان باغي وزادوا كاع وديك الزياده من راس الحمق هي اللي غادي تخرج عليه. ارنو بقى مخبي في واحد البلاصه في الطريق ديال السكه شاد ديك التليكوموند تيتسنى التران وقتاش غيجي وقتاش توصل المليار ديالو هو جاي هو جاي حتى تيبان ليه التران جاي وبدا تيبرك على ديك التليكوموند تيبرك 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 تيبان ليه الساك راه هو ولكن ما طاحش ما تحركش من بلاصتو وهو متاكد بان ما يمكنش الاختراع ديالو ما يخدمش قال شي حاجه ماشي هي هذيك علاش ما طاحش. المشكل اللي وقع واللي ما كانش عارفو ارنو هو البوليس باش لصقوا الساك خافوا داك الساك لا يطيح شنو مشاو داروا شدوه ربطوه داك الساك وربطوه مع التران باش ما يطيحش هي ما يشرح لهم ولكن ما فهموش هذاك الاختراع ما فهموا حتى شي حاجه ربطوه مزيان وخلاوه معلق في التران. ارنو بطبيعه الحال طلع عليه الدم والبوليس حتى هما لانهم كانوا موجدين واحد البوليس وسط التران حاضرين واحد حاضر من الشارجن باش ملي يطيح هذاك يوقفوا التران حتى هما طلع لهم الدم لان لوبيراسيون كلها ضربات في الزيرو كلشي مشى طالع عليه الدم وما صدقاتش. ارنو غادي يتواصل معاهم مره اخرى هذه المره ما غاديش يربطوا الساك مره اخرى ولكن غادي يوجدوا ليه نفس الخطه في التران اللي ما كانش عارفها واللي هي البوليس يتسناو واحد حاضر من الشارجن كلشي مستعد باش يوقف التران ويشدو ارنو. داكشي اللي دارو تران داز ساك فيه الفلوس وصل قرب حدا ارنو ارنو برك على التليكوموند طاح الساك خدا ارنو مع خدا ارنو كان تران تيوقف نزلوا البوليس تيجري وارنو تيجري هرب ليهم ما شدوهش. تخيلوا معايا العشرات ديال البوليس في داك التران ولكن ما قدروش يشدوه. ارنو فرحان غادي لاكافان ديالو مره اخرى قول بكل شيء وهاد المره عنده في الساك مليار. تخيلوا معايا الفرحه ديالو باش يبغي يحل داك الساك تيقول صافي نمشي نغبر عاوتاني واحد 4 سنين ولا اكثر غادي يدي يحل الساك. اون فوا يحل الساك غادي يتصدم عامر غير بالجورنال ما فيه حتى شي حاجه ما فيه لا فلوس لا والو. العمليه ما نجحاتش ولكن هاد القصه ديال تعجب الصحافه بزاف في المانيا وكل شيء غادي يبدا يهضر عليه وغادي يقولوا بيكسو من بعد هاد السنوات كاملين رجع مره اخرى وهو تيشوه البوليس مره اخرى. غادي تولي عنده واحد الشعبيه كبيره علاش لان ما تيأذي حتى شي واحد وديما تيضرب هذوك الشركات الكبار اللي عندهم فلوس بزاف واللي الناس ما تيحملوهمش بصفه عامه. وحاجه اخرى لانه ذكي وحيت شوه البوليس ديما انسان بالطبع ديالو تيحاول يشجع هذاك الضعيف وكان تيبان لهم هو هذاك الضعيف اللي مواجه مع البوليس ولكن ما قدروش عليه. زيد على انه مؤدب وديما تكتب دوك الرسائل ديالو بواحد الطريقه اللي مؤدبه بزاف وكلاس وزوينه وفي نفس الوقت داير بحال داك الستيل القديم ديال دوك لي غونغستير اللي عنده مبادئ تيحتاج يحترم الناس وما باغي يقتل ولا يضر حتى شي واحد. هادشي بطبيعه الحال غادي يعصب البوليس اللي داروا جهدهم كامل باش يلقاوه ولكن والو. من مور هادشي كامل غادي يديروا واحد الفرقه خاصه خدامه غير على القضيه ديالو باش يشدوه في اسرع وقت لان هادشي ولا فيه خسائر بزاف ولا فيه الشوهه ولا داير لهم المشاكل النهار كله تيتهضر على نفس الموضوع في التلفازه وفي كل شيء هو هاد بيكسو هاد داغوبير اللي محمق البوليس ديال الالمان لدرجه داروا واحد البونتي واحد المكافاه اي واحد عطاهم شي معلومه اللي تقد توصلهم لهذا الخونه هذا اللي تيدير هذا الشيء غادي ياخذ 100000 دولار ديك الساعه اللي هي فريمون بزاف بالنسبه لمعلومه وحده ولكن والو حتى واحد ما جا. غادي يديروا جميع الطرق باش يلقاو غادي يهضروا مع مختصين في البروفايلين وصلوا حتى هضروا مع شي شوافات كانوا تيقولوا لهم باننا حنا نقدروا نلقاوه ونعرفوا فين كاين ما خلاو فين شافوا ولكن ما قدروش يلقاوه حتى لدرجه واحد النهار يطيح في واحد الانسبكتور حتى هو مسطي غادي يقول ليه نتايا خواف ما تقدر حتى شي حاجه تدير قنابل بالليل تمام مصالح الوالو المهم عصبو بغى يقيسو في الانا ديالو وخلاها بحال هكا قال ليه داك قدرتي دير قنبله بالنهار وداكشي اللي غادي يدير في نفس الوقت ما يكونش باغي يادي شي واحد ولكن قاسو وعصبو وبغى يبين ليه بانه يقدر يدير داكشي اللي دار صايب واحد القنبله حطها في واحد المول في واحد لاسانسور وفرقعها ولكن هاد المره غادي بلاسي
جوج ديال الناس وناضت الروينة عليه وهو براسه تعصب وصيفت للصحافة تيقول لهم بأن شوفوا هما البوليس ديالكم ما باغينش لكم الخير هما اللي تيدفعوني باش نأدي الناس هما اللي تيديروا والناس جاو من الصف ديالو وضد البوليس وبداو تيقولوا هادشي ماشي معقول علاش البوليس تيقولوا ليه ضرب بالنهار باش تقيس شي واحد هادشي ماشي مقبول هذيك الشركه اللي كانت مسكينه كل مره تجي فيها الضربه صافي قالت البوليس ما صالح ليا والو قروا يعطوه الفلوس وقالوا ليه نتفقوا على شي بلاصه باش نحطوا لك الفلوس وخذهم وصافي نسالي هذه القصه هذه قال لهم انا نعطيكم طريقه باش تعطوني الفلوس قال لهم راه كاين واحد الشونتي عطاهم البلاصه فين كاين وكاين واحد البلاصه فيها الرمله في داك الشونتي غادي تمشيو وغادي تحطوا ليا هذاك الساك ديال الفلوس في هذيك الرمله تما طبيعه الحال البوليس غادي يكونوا عارفين وغادي يستو هذيك البلاصه يعمروها بوليس اي واحد يدور تما عرفوا راه بوليسي وداروا ديتيكتور دو موفمون خلاو ما داروا في هذاك الشونتي كامل مشاو هزوا هذاك الساك حطوه في هذاك التراب في هذيك الرمله وبقاو تيتسناو حتى لواحد اللحظه واحد البوليسي قال نمشي نشوف شنو واقع شنو كاين مشى يطل تما في هذاك الرمله هو يلقى واحد الحفره تما والساك ما كاينش ارنو كان صايب نفق من برا ديال داك الشونتي واصل حتى لهذيك البلاصه وباش حطوا ليه الفلوس كان عليه غير يحفر واحد شويه وياخذ دوك الفلوس ويمشي في حاله وخلى البوليس كاملين تما تيتسناو وخذا هذاك الساك اللي عامر بالفلوس كان ارنو كل مره كيفاجئهم بشي اختراع او بشي فكره جديده واحد المره اخترع واحد الفاغون تيتحط في السكه ديال التران وتيليكوموندي باش ياخذ به الفلوس كان صيفطو حتى للبلاصه فين باغي ياخذ الفلوس في السكه ديال التران حطوا ليه تما الفلوس وبالتيليكوموند داه للبلاصه فين كان باغي في الطريق طبيعه الحال البوليس ما يخليوش هذاك الفاغون يبقاو تابعينه من الفوق بالطوموبيلات بالموتورات ولكن في الطريق كان داير واحد القضيه كان داروا بحال واحد المفرقعات يتفرقعوا في الطريق في الجناب بحال راه بزاف ديال الناس يتيريو من الغابه اللي خلى البوليس يخافوا ويتخباو وهذاك الفاغون يوصلوا واحد الفاغون صغير تيليكوموندي وياخذ دوك الفلوس وغادي يمشي بحالو انا باش تعرفوا الدوغري ديال الذكاء وديال الابداع كل مره تطيح عليه فكره جديده وتتصدق مره اخرى عاوتاني دار واحد الطريقه اخرى قال لهم يلوحوا ليه الفلوس في واحد القادوس في واحد ليغو هو كان ضارب الحساب بالضبط هذاك الماء فين غادي يوصل هذاك الساك وهو منين غادي ياخذ هذاك الساك الحساب ناضي كان كلشي هو هذاك غير هو زقلها في واحد القضيه ما شافش نشره جويه وداك النهار كان الفيضان وداك الساك غرق وما وصلش ولكن ارنو ناضي حتى هو اكثر كان صانع واحد السومران صغير فيه كاميرا وبهذاك السومران صغير اللي فيه كاميرا هذاك الساك خداه وردو عنده وخا فازك ولكن خذ الفلوس هذا الشيء بقوه ما فشي شكل راه تيبان ماشي حقيقه ولكن ديروا ريسيرش غادي تلقاو هذا السيد هذا راه مشهور كاين التصاور ديالو انسان حقيقي وهذه القضيه كلها حقيقيه واخا تتبان من وحي الخيال هذا ارنو هذا خرج على الالمان خسروا عليه جوج ديال المليون ديال الدولار لي كيفالون ديال جوج المليون ديال الدولار باش يلقاوه ومازال ما لقاوهش ولا عيب على الدوله او هذا انسان واحد داير لينا هذا الشيء كامل برزتهم ديال بصح برزتهم حتى النهار جات واحد السيدة اللي سميتها كلوديا بروكمان واحد البوليسية أخصائية في البسيكولوجي وغادي تحاول دير البروفايل ديالو وتفهم هاد الإنسان هذا ماله علاش يدير هكا وكيفاش ممكن يوصلوا ليه هاد كلوديا دارت لي واحد تحليل ديال الشخصية وفهماته قالت هاد الإنسان يمكن إنسان حاقد حيت يمكن فشل في شي حاجة في حياته وعندها الصح والهدف ديالو هو يبين بأنه أذكى من الجميع وفتهادي عندها الصح قالت باش نشدوه ما خصناش نتحداوه لان كل مره تنتحداوه حتى هو تيتحدانا اكثر وما عمرنا ما نساليو الحل هو نبينوه بانه هو ذكي ونحاولوا نتفاوضوا معاه غير باش نجروه باش ناخذوا معلومات ونقدروا نشدوه لانه طال الزمان ولا قصار غادي يدير شي غلط هو فين ما كان تيدير شي عمليه كان تيهضر معاهم من واحد التليفون ماشي تليفون عمومي في برلين ولكن المشكل هو ان مدينه ديال برلين فيها 10000 تليفون في الزنقه عمومي في ديك اللحظه دونك القضيه كانت صعيبه كيفاش ممكن تشد واحد يهضر في تليفون من 10000 تليفون وغير تيسالي لابيل وتيقطع تيمشي بحالو اللي غادير هي غادي تشد 3000 بوليسي غادي تفرقهم على المدينه كامله وهذوك البوليس هذيك التفريقه اللي غتفرقهم غتفرقهم بواحد الطريقه باش كل تليفون من هذوك لي كابين العموميين يكون بعيد عليهم بوليسي غير بثلاثه دقائق علاش ثلاثه دقائق لان هذه هي المده اللي غتحاول تشد فيها هذاك الانسان اللي داير العمليات كاملين اغنو يبقاو شادينه بالهضره ثلاثه دقائق وديك ثلاثه دقائق هي اللي ممكن يلوكاليزيو فيها فين كاين هذاك التليفون بهذه الطريقه غادي يقدروا يشدوه هادشي اللي كان واحد المره عاوتاني في واحد العمليه اخرى عيط ليهم بداو تيهضروا معاه وتيحاولوا يجرجروه ديال بصح في داك لابيل باش يبقى اطول مده ممكنه باش يتلوكاليزا غادي تعرف هذاك التليفون منين تعيط ولكن يكون
بعد مشى البوليس يوصلوا ما يلقاو حتى شي واحد، ولكن يلقاو الشهود. وفي هاد الشهود هادو كاين واحد السيده قالت لهم راه كان واحد السيد هنا، ها كيفاش داير عنده واحد الطوموبيل، ها كيفاش دايره مرسيدس بيضاء، والحاجه اللي واعره واللي ما كانت يتسناها حتى شي واحد هو انها قيدات البلاكه ديال ديك الطوموبيل. اون فوا عندهم البلاكه القضيه تولي سهله بزاف، غادي يدخلوا عندهم في سيستم وغادي يطلع لهم واحد السميه اللي هي ارنو فانك، غادي يطلع لهم جميع المعلومات، غادي يطلع لهم التصويره ديال هذاك اللي كان محمقهم هاد السنوات كاملين. وفي 22 افريل 1994 مره اخرى غادي يكون يعيط من واحد التليفون بوبليك، وهاد المره هادي غادي يشدوه دغيا. اون فوا غادي يعيط غادي يكونوا عارفين الطوموبيله فين كاينه، غادي يمشيو ليه واحد العدد ديال البوليس، ولكن ارنو كما تتخيلوا منين وصلوا عنده ما دار حتى شي مقاومه، قال لهم برافو عليكم وصلتوا ليا. واخيرا من بعد هاد السنوات كاملين ارنو فانك اللي تعيطوا ليه بيكسو غادي يتشد، ونهار غادي يوصل للحبس غادي يوصل بحال شي ستار، كلشي باغي يشوفوه كلشي باغي يهضر معاه. ارنو في الاخير غادي يتحكم بتسع سنين، ولكن ما يضرباش كامله. من بعد واحد السنوات قليله المجله اللي كان صيفط ليها شحال هادي داك الرسم ديالو كان باغي يخدم فيها غادي تواصل معاه، وغادي تعطيه خدمه اللي كان باغي من شحال هادي، لان الحلم ديالو من قبل هادشي كامل هو انه يولي رسام، ودابا اخيرا حقق الحلم ديالو. القاضي غادي يتعاطف معاه وغادي يعطيه صراح صافي غيطلقو، بشرط ما يعاودش يدير شي حاجه ويبدا خدام ويولي مواطن صالح. وداكشي اللي غادي يدير ارنو وصل لوبجيكتيف ديالو، ومن فوق هادشي كامل قال لهم اي حاجه غادي نديرها عندها علاقه بهادشي وهاد القصه هادي اللي طرات، دزت التلفازه كتبت كتاب اي حاجه، غنشد هادوك الفلوس جميع الارباح غنعطيهم لدوك الشركات اللي كنت تنقول لهم يعطوني الفلوس. يعني صافي بغى يغسل الماضي ديالو ويولي مواطن صالح ديال بصح. وهكا غادي تسالي القصة ديال ارنو فانك اللي هي فريمون قصة واعرة بزاف، اتمنى تكون عجباتكم. اذا عجباتكم ما تنساوش واحد لايك، اللي ما ابونيش يتابونا، برافو عليكم وصلتوا حتى لهنا في القصة. واذا كان شي واحد تعرفوه ما عمره ما شاف هاد لاشين صيفطوه عليه يستمتع شي شوية. هذا ما كان، شكرا بزاف.